أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد في برنامجكم نحن أصدقائك من الفضائية الكويتية والأولى. أكمل معكم مشوار نحن أصدقائك لهذا الأسبوع إن شاء الله على الخير والمحبة. أهلا بكم. مشاهدي الكرام، مشاهدي الفضائية الكويتية والأولى، أهلا بكم من جديد. نبدأ معاكم مشوارنا لهذا الأسبوع بتغطية الأنشطة الخاصة بشركة المشروعات السياحية لشغل وقت الفراغ بالنسبة للأخوان المقيمين والأخوان الموجودين على أرض دولة الكويت في فترة الصيف. طبعا قامت الزميلة نسرين طرابلسي بهذه التغطية لبرنامج نحن أصدقائك في الأيام الماضية، مشكورة بوسائلها المختلفة وبابتسامة. شكرا لها على هذه الفترة الطيبة، والتي نتمنى إن شاء الله نحن بدورنا لها قضاء إجازة سعيدة إن شاء الله فيها هذه الصيفية. نبدأ معاكم مشوارنا لهذا الأسبوع بهذا الخبر بحضور السيد أسامة جر الله مدير عام شركة المشروعات السياحية بالتكليف. أقيم حفل الختام لبطولة كرة الشواطئ لكرة القدم، حيث توصل إلى نهائي فريقي المخازن العمومية والباسو أي، مما أسفرت هذه النتائج أو هذه المباراة عن فوز فريق المخازن العمومية 4-0. صفر الحكم معلن بداية الشوط الأول من المباراة نهائية بين فريق المخازن العمومية وفريق الباسو ألي. فريق المخازن يرتدي اللون البرتغالي وفريق المخازن يرتدي اللون الأصفر. الهدف الأول لفريق المخازن. عزيزي المشاهد، لم تكن البطولة الثانية المفتوحة لكرة القدم للشواطئ التي نظمتها شركة المشروعات السياحية وتحت رعاية البنك الوطني وأيضا تحت إشراف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مقتصرة على الأخوة الهواة والمواهب، وإنما أيضا كان هناك حضور من الأخوة المهتمين في هذه الرياضة كالاتحاد الكويتي لكرة القدم. وبشكل مباشر التقينا بالدكتور أحمد الفرج وأخذنا رأيه عن هذه المباريات. كرة الشواطئ تعتبر أحد أنواع مسابقات كرة القدم التي تمارس على مستوى الرجال، ولو حددنا أنواع الممارسات كرة القدم لرأيناها أنها تمارس على شكل الفرق العادية أو شكل تمارس بشكل صالات في صالات مغلقة أو تمارس في الساحات الشعبية.
وكرة الشواطئ تعتبر أحد أنواع كرة القدم التي تمارس في على الشواطئ على الرمال المتحركة، وهي تمارس في أوقات الفراغ ولها مسابقات محلية ولها مسابقات دولية أيضا. وعهدت شركة المشروعات السياحية بأن تنظم هذه البطولة السنوية، وهذه البطولة الثانية التي تنظمها شركة المشروعات السياحية، والتي ترى أن من خلال هذه البطولة تحاول أن تستقطب مجموعة كبيرة من الشباب الرياضي المحب لهذه الرياضة في قضاء وقت ممتع خلال فترة معينة يمارسون فيها هذه الرياضة، بوجود شباب أيضا محبين لهذه الرياضة الذين يجون يشاهدونها ويتمتعون في مشاهدتها. وأيضا هناك فوائد كبيرة من وجود صداقات بين الفرق المشاركة لهذه الدورة، ولها هذه أيضا هذه الرياضة لها بعض الشروط المبسطة، وإنما تلعب أيضا في إطار قوانين كرة القدم، ولكن مع بعض التعديلات أو بعض القواعد المبسطة التي ترتبط أو تتعلق بممارسة هذه الرياضة أو كرة الشواطئ على الشواطئ. فريق المخازن بهدف مقابل لا شيء فريق الباسو ألف. حكم المباراة زايد الزايد ويساعده فيها من عايد الرضان ويلي الشطح. الهدف الثاني لفريق المخازن العمومية. الهدف الثاني لفريق المخازن العمومية. 2 المخازن العمومية لا شيء فريق الباسو ألف. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر لكل المؤسسات التي دائما تسعى لرعاية مثل هذه الاحتفالات ومثل هذه البطولة الثانية المفتوحة لكرة القدم للشواطئ، والتي قيمت على أرض الجزيرة الخضراء المطلة على الخليج العربي. طبعا هذه البطولة كانت برعاية البنك الوطني الكويتي، والتقت كاميرا التلفزيون وبرنامج نحن أصدقائك بالسيد وليد الياقوت ممثلا عن هذا البنك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ودي اقول ان في المكان هذا نتكلم عن البطوله، بطوله الشواطئ لكرة القدم، يعتبر يعني تجمع او تجمهر شبابي لجميع مواطنين خلال فتره الصيف، ويعتبر منفس رئيسي. ونحن كبنك الكويت الوطني طبعا ندعم ونشجع هذه البطولات أو غيرها من البطولات، سواء كانت طبعا في خلال فترة الصيف أو غيرها. أنا أعتبر هذه البطولة من أنجح البطولات خلال فترة الصيف، وحسب علمي في طبعا البرامج أو البرامج مستمرة من قبل شركة المشروعات السياحية، وهذا شيء طبعا مشجع. وطبعا بنفس الوقت البنك لا دور كبير في المشاركة في عدة بطولات أو في عدة مشاركات، ومنها يوم المشي وغيرها من أمور ثانية، سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية. وبدوري أنا ودي أطلب من المؤسسات الأخرى بالمشاركة في مجموعة من البطولات أو لتشجيع هذه البطولات في بالكويت. فطبعا بهالمناسبة أنا ودي طبعا أشكر شركة المشروعات السياحية ووزارة الإعلام في تغطيتها هذا الحدث وهذه الأنشاط، وهذا طبعا شيء مو غريب عليهم، وهذا شيء كبير، وإحنا طبعا لنا العشاء من يكون في تغطيات مستقبلية في هذا الموضوع. الهدف الثالث لفريق المخازن العمومية. هدف ثالث لفريق المخازن العمومية. 3 المخازن العمومية. أعزائي المشاهدين، مباراة رائعة وجميلة مليئة بالحماس والطموح بالفوز لنيل المركز الأول في هذه المباريات التي أقيمت على أرض الجزيرة الخضراء. في نهاية هذه المباراة وزعت الجوائز على الفرق المشاركة والفريق الفائز.
دار الوطن المحر الرياضي عبد الله السمار الاتحاد الاولمبي لكرة القدم دكتور احمد دكتور دكتور كرة القدم أعزائي المشاهدين، وقبل أن نختم لقائنا وإياكم في برنامجكم نحن أصدقائك الخاص في شركة المشروعات السياحية، تعتزم شركة المشروعات السياحية إن شاء الله في الغد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة عن تنظيم البطولة الأولى المفتوحة للسباحة والتي اختارت شعار لها السباح الصغير، وإن شاء الله سوف تكون هناك فعاليات مختلفة بالنسبة للمحبين هذه الرياضة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم ومع السلامة.